وللحديث أكثر عن تداعيات الانتخابات بعد استخدام شعارات ثورة تشرين فيها، ينضم إلينا عبر سكايب من بغداد مسؤول المكتب السياسي للبديل الثوري للتغيير علي عزيز. أهلا بك سيد علي، يعني نحن أمام اتهامات بتزوير نتائج الانتخابات بين شركاء العملية السياسية والميليشيات من جهة، وبين إعلان من مفوضية الانتخابات بتأجيل إعلان النتائج لأسبوع من جهة أخرى. السؤال هنا، هذه الاتهامات المتبادلة باعتقادك كيف ستؤثر على الشكل النهائي للنتائج؟ نعم طبعا، بالحقيقة احنا اليوم كثوار تشرين أساسا غير مؤمنين بهذه العملية الانتخابية، ولا ننتظر أي نتائج منها، لأن احنا دائما كنا نقول ولا نزال نقول أنها مزورة سلفا، وشاهدنا الآن هذه الفوضى الفوضوية اللي يعيشوها أحزاب السلطة، فلان يتهم فلان وعلان يتهم علان، هذا كله نتيجة إيش؟ هذا نتيجة من ارتضى لنفسه أن يرتمي بأحضان المحتل الأمريكي ولو ليوم واحد ولو لساعة واحدة. فهذه نشوف الآن الأمريكان بعد ما انهوا هذه الخلطه كلها بالعراق وصلوا الى ما وصلوا اليه اليوم بهذا التزوير. طبعا هو تزوير لعدد قليل جدا من المصوتين، يعني انتبه نسبه العزوف في العراق بلغت اكثر من 90%، اكثر من 90%، هذا رقم كبير جدا. اليوم الشعب العراقي والمقاطعون هم الكتله الاكبر، على الرغم من استبعاد عراقي الخارج بحجه لا تتوفر إمكانيات مالية للحكومة، حكومة المنطقة الخضراء، لكن حكومة المنطقة الخضراء بذات الوقت تذهب وتمنح ماكرون رئيس الفرنسي 27 مليار دولار بحجة الاستثمار، لكن لا تستطيع أن توفر المبالغ اللازمة لتأمين حماية لانتخابات نزيه لعراقي الخارج. وكذلك هذه أساسا النسب يعني المتدنية اللي ما تجاوزت 12% من المشاركين، طبعا هي تم قياسها وفقا للأشخاص الذين حدثوا بطائق من انتخاب. عملية انتخابية فاشلة من وين ما تريد ننظر لها، من أي زاوية ننظر لها، عملية انتخابية فاشلة. أستاذ علي، هناك من يقول بأن بعض ثوار تشرين انخرطوا في العملية الانتخابية وشاركوا فيها، ألا يضفي ذلك باعتقادكم شرعية على نتائج الانتخابات على الأقل أمام جمهور ثورة تشرين مثلا؟ أبدا، قطعا سيدي، هذا أساسا يتعارض مع مبدأ ثورة تشرين. ثورة تشرين ثورة لا تطالب بأصلاح، لا تطالب بأنه مطالب معينة، ثورة تشرين ثورة ضد نظام سياسي برمته، النظام الذي أتت به القوات الغازية الأمريكية عام 2003. نحن ثرنا ضد النظام. لا أخي، هذه لا، يعني إحنا دائما، لكن الحكومة دائما تحاول تحرفها، ونشوف شكلت فريق من المندوبين وفريق من المروجين اللي هم ما يسمون بمستشاري رئيس الوزراء. يعني هؤلاء عملوا دائبين يعني بشكل دؤوب، واستطاعوا أن يستقطبوا العديد من الشباب المحسوبين على ثورة تشرين. وحذرنا من هذا الشيء، واليوم صدرنا بياننا، وبيان كان واضح جدا، ثورة تشرين لا تؤمن بمشاركة الأحزاب الفاسدة بأي عمل سياسي. أستاذ علي، إذا كان الأمر كما تقول، فبما تفسر يعني انخراط بعض الشباب المحسوبين على ثورة تشرين كما تعلم في الانتخابات، سواء بالدخول تحت يعني قوائم الأحزاب المعروفة أو قيام مجموعات من المحسوبين على تشرين بتأسيس أحزاب جديدة، كيف تعلق على ذلك؟ أنا بس أحب أذكر أنه ثورة تشرين ومنذ اليوم الأول، منذ اليوم الأول اللي احنا نقصد به 25 تشرين الأول، لما تم نصب الخيام في ساحة التحرير في بغداد وباقي المحافظات، وليس الأول من تشرين، منذ ذلك اليوم وسوح الانتفاضة مخترقة من قبل عملاء الاستخبارات، عملاء المخابرات، عملاء الأمن الوطني، عملاء كل الأجهزة الأمنية، تم اختراق الساحات ونصب الخيام، حالهم حال أي متظاهر أو معتصم ونحن نعرفهم. واليوم هؤلاء الذين رشحوا أنفسهم وفازوا هم أبناء تلك الخيام. إلى السؤال الأخير أستاذ علي، يعني إذن هل ننتظر حراكا جديدا للثورة من أجل إعادة الزخم للشارع؟ وهل ترى أن مؤشر عودة الشعب للشارع متاحة بعد أن قال كلمته وقاطع الانتخابات كما تفضلت وذكرت آنفا؟ نعم، الآن إحنا نطالب كل الشعب العراقي بالنزول إلى الشوارع، وإحنا أتصور لحد الآن لا نزال متفقين على يوم اللي هو يوم 25 من تشرين الأول،
هذا اليوم ليش اقول اهني؟ لان احنا خليناه مطاطي بالنسبه للتاريخ وتحديده، احنا قلنا الاسبوع الاخير من شهر تشرين، لكن الاستقرار متجه نحو يوم 25 تشرين الاول. ندعو كل الشعب العراقي الى النزول الى سوح الانتفاضه. هذا الشعب العراقي 90% اليوم قرر مقاطعه العمليه السياسيه برمتها متمثله بالانتخابات، فاليوم احنا الاغلبيه وهم واحزابهم وكتلهم وفاسديهم هم القله القليله الذين يجب ان يلفظهم العراق. التاريخ، تاريخ العراق ما يقبل أناس فاسدين لصوص عملاء، يا أخي عملاء على أقل مسمى، عملاء ويتبجحون بعمالتهم، لا يكتفون بوصفهم كعميل وإنما يتبجح بعمالته. من رئيس الوزراء وانت نازل. شكرا. من بغداد كنت معنا عبر سكايب مسؤول المكتب السياسي للبديل الثوري للتغيير علي عزيز، شكرا جزيلا لك.